واجيب لو انا عندي صوره معينه وانا وياكم مثلا صوره الرام ديت اشدها واحطها هنا. جميل جدا، يعني ممكن اشدها كده واقوم حاططها هنا كده اهو، يا سلام بس كده. حط الصوره، حطيت صوره الرام، والطالب يقدر يبص عليها كده يكبرها ويصغرها وكل حاجه تمام. وممكن برضو عشان كل يبقى فاهم، ممكن هنشوف بقى في الحاجات التانية. طيب هنا بقى ده الرام، انا باجي هنا في الجزئيه ديت بحذفها واقول له، اساله بقى او احط له اقول له رام كده، حطيت له رام، يبقى انا حطيت الصوره، وانا كاستاذ بحط له الصوره والاجابه الصحيحه بتاعتها واقول له دان اوكي. يبقى انا كده عملت اول جزئيه. اجي ادخل في الجزئيه الثانيه، اضغط عليها كده واقوم رايح حاذف ديت، او عاوز اعدل فيها اعدلها بس اقوم حاذفها، وبعدين احط صوره ثانيه. ما خلي بالك هنا بقى عندي مجموعه من الخيارات، يعني انا ممكن اجيب الصوره من على النت، ممكن اسحبها لو هي عندي على الجهاز، ممكن انا اهو ممكن برضو اجيبها محملها من على الجهاز من هنا كده، ممكن احملها من على الجهاز من هنا كده، وممكن هنا اجيبها من جوجل درايف لو انا مشترك في جوجل درايف او الدروبوكس، او يعني اجيبها بطريقه سحابيه لو انا عندي حسابات سحابيه. طيب يبقى انا عشان ما اضيعش وقتكم، انا مجهز لكم مجموعه صور، انا حطيت الرام، بعد كده هحط الروم اهيت، وهاجي هنا حطيت الروم اهيت، واجي هقول له والله ديت روم. طيب اوكي بقى هنا عند الرام والروم، واجي هنا في الثالثه ديت اضغط عليها واحذف ديت، واجي احط صور. ممكن تحط نص ونص، يعني ممكن تحط تعريف كامل وتحط المصطلح بتاعه عادي خالص، يعني ممكن تحط نص ونص وهنشوفها دلوقتي مع بعض. اجي اضغط هنا وبعدين افتح المجلد، واجي مثلا اجيب مثلا قارئ الاعمده ده اسحبه كده، وممكن اقول له دوت وحده ادخال او بنسميها انبوت يونت. انبوت ممكن تكتب بالعربي عادي يونت، يعني هنا التطبيقات اللي انا شغال عليها كلها او المنصات اللي انا شغال عليها كلها بتدعم العربيه. اضغط هنا برضو واحذف ديت، مش عايز اطول عليكم، هنعمل كمان واحده وخلاص كفايه، واقول له ايه اد، وابدا احط مثلا نجيب الطابعه ديت واقول له ان هوت احذف ديت، واقول له اوت بوت يونت يعني وحده اخراج اوت. مثلا كده مش عاوز اطول. في واحد يقول لي يا دكتور سامي انت حاطط الصوره ومعناها صوره واللي يقابلها، ممكن نحط نص ونص؟ ممكن اعمل دهيت وخلاص واحذف دي. فانا ممكن اقوم ضاغط هنا كده وممكن احط نص مثلا هنا، احذف دي كده واحط نص عادي، اكتب نص عادي بالعربي خالص، اقول مثلا كمثال يتكون الحاسب من مكونات مادية ونقط كده، أو ونقط مثلا، وأحط هنا قصادها، أو مثلا أحط تعريف عشان كل ممكن نقول مثلا إيه، تحط مثلا إيه، مثلا نحط تعريف أو مصطلح أو أي حاجة، دايما احيانا بنبقى نحتاج مصطلحات وحاجات زي كده، بس مش عايز اضيع وقتكم. مثلا انك احط نوت، حط مصطلح وحط يحط تعريف وحط قصاده المصطلح بتاعه، ممكن نكتب دوت برمجيه بس مش عايز اضيع وقتكم بس كده اهو، يعني ممكن احط نص ونص مش شرط احط ايه نص وصوره بس، خلاص كفايه كده. وديت ممكن احذفها لو انا خلاص اكتفيت بدولت، ممكن احذف دولت اهوت، احذف دولت اقول له ديليت، خلاص ديليت انا كده حذفت دي. وممكن تحذف دي، يعني انت لو وقفت ديت عاوز تزود تزود، مش عاوز خلاص. طيب دولت انا عملتهم كده وظبطت الدنيا كده. ممكن تحط للسؤال ده سؤال اهو يا جماعه، ممكن احط له تايمر، ممكن احط له تايمر، وده مهم جدا، يعني السؤال ده يتحل في قد ايه. في هنا انا طبعا لو هنا لو انا ضغطت على هنا دقائق وهنا ثواني، لا انا ده انا عاوزه في ثواني، يعني ممكن انا عاوزه عشان الطالب كده 45 ثانية مثلا، أقل من دقيقة، وأقول له قال كده. أنا حطيت للسؤال ده تايمر، سؤال كل سؤال عليه درجة، ودي بصراحة
مش زي البلاك بورد ان كل الامتحان كله عليه درجه، لا ده كل. طب الكلام ده يا دكتور سامي هتربطه لنا بالبلاك بورد؟ هربطه لك بالبلاك بورد، ما تقلقش كل حاجه هظبطها لك. بعد ما انا خلصت كده، بعد ما انا خلصت السؤال اقول له سيب، عاوز تعينه عينه، بس انا مش عاوزين نضيع وقت، نعينه واحنا شغالين، واقعد اضغط كلمه سيب. خلاص كده انا عملت السؤال الاول، تمام. انا مش عاوز اعمل اكتر من كده عشان ما تضيعش وقتكم، لان الوقت انتوا اولى بيه، تمام. انا عملت اهوت. طبعا انا ممكن اضيف اسئله اخرى واشياء اخرى، ممكن احط كمان سؤال. واحد يقول تحط سؤال ازاي يا دكتور سامي؟ ما انا انت عندك هنا اد الكونتنت او اكتيفيتي، يعني ممكن تحط اكتيفيتي تاني اهوت، انزل تاني حط كمان سؤال سريعا كده بيسموه اهو، جميل جدا، بيسموه الصعود للجبل كده، وبتسابقه على جبل اللي حل ياخد مركز متقدم في، يعني يجري شويه وبشكل جميل جدا. نشوفها مع بعض كده، وكفايه قوي كده على هذه المنصه او على النير بود، اضغط عليها كده اهوت، نشوفها بسرعه. حط السؤال، والسؤال ده عليه مجموعه من الخيارات. السؤال ده ممكن تحطه في صورة سؤال كتابي، وممكن تحط له صورة، وممكن ودي مجموعة من الخيارات اهو، تمام. مثلا كمثال ممكن اقول لك سؤال على السريع كده، اقول مثلا منى واحدة مما يلي من المكونات المادية للحاسب. خلاص كفاية او كده السؤال ده كده. ممكن عاوز تحط صورته، ماشي براحتك، عاوز تحط. فانا هاجي هنا احط مثلا الويندوز، وده خطأ. مثلا هنا الباوربوينت، وده خطأ مثلا كمثال يعني. انا مش عاوز تحط زود كمان اجابة، وصل مثلا المعالج مثلا، وديت صح، فانا بحط هنا صح، انا كاستاذ بحط هنا صح، واقول له والله اد الكوتشن ده، تمام. انا ضفت السؤال ده، عاوز تضيف سؤال ثاني اوكي، مش عاوز تضيف سؤال ثاني قول سيف. خلاص طبعا انت كنسل السؤال ده، قول له يس خلاص انا كفايه السؤال اللي فات وكفايه، او كده انا حطيت كده سؤالين اهو، أنا البير ماتش اهوت. معلش الثانيه، معلش انا كنسلته المفروض ان ما كنسلوش، المفروض انا احط سؤال واحد بس وبعدين اقول له سيف ثاني. معلش سريعا كده اهوت، سريعا واقول له اد، عشان يبقى عندي سؤالين. وطبعا انت عندك مجموعه بقى المنصه، يشوفها براحتك خالص. ابدا احط السؤال بتاعي اهوت، واحده مما يلي من المكونات المادية، هنا احنا قلنا الويندوز الباور بوينت، وهنا نحط هنا المعالج. هنا بقى بص يا جماعة، على طول قول سيف، على طول قول سيف، لان احنا مش هنعمل اسئلة تانية، قول سيف كده المنظر ده كده. بقول لك بليز، معلش كان قال لي حاجه كده، بليز سيلكت كوريكت. بقول لك حط انت كاستاذ حط الاجابه الصحيحه، اوعى تنسى الحكايه دي، ودي شيء جميل جدا. اوكي كده انا حطيت سؤال، بس كفايه او كده على المنصه ديت، انا حطيت اهوت. وهنا بقى ميزه المنصه يا جماعه، ميزه المنصه دي بصراحه قوي بصراحه، ان انت تقدر تحط درس في اي وقت، والدرس تتبعه بسؤال. يعني ممكن تحط السؤال ده، يعني دي تقدر تحط دي قبل ده، بعد ما انت حطيت اسئله ممكن تحط درس وارجع اسحبه هنا. يعني بيتيح لك العمليه الترتيبيه، يعني مش انا ان انا حطيت المحتوى الاول وجبت وراه درس الدنيا وقفت معايا، لا، او حطيت السؤال الاول وبعدين جبت وراه الدرس ما عدتش اعرف اعدل، لا، تقدر تسحب وتعدل زي ما انت عاوزه، انا مش عاوز اطول، المهم انا خلصت ده. طبعا انا المفروض اسمي هذا الدرس بتاعي، هو سموه لي هنا
يونت او ليسون 6 من عنده، لا انا ممكن اسميه، المفروض انت تسميه،